هيا صاحبي والماي والماي منين ما دار اسفني ما حصل والماي بكف طاها تفجر مزنها والماي والماي سبحاني من صورك يا ما شاء الله الفعاليات رقم واحد وتعلم الواحد عن تراث قطر من ركوب خيل من ركوب الهجن والله أشكرهم القائمين عليه من أكبر واحد إلى أصغر واحد. تراث قطر ركوب الخيل وركوب الهجن والمسير الوطني بعد تشجع الشباب الصغار لهم يدخلون في العسكرية والخدمة الوطنية الله يوفقهم إن شاء الله. مديت درب الصاعي ولعبت ناق وحصان ولعبت مش صغير الحصان كبير عشان صف ثاني ولعبت اللعبة الشعبية والشو أكثر من واحدة. بعدين هني وركبنا الخيول، بعدين ركبت الجمال، بعدين جلست هني لعبت يوم اللي رفعوا العلم والأشياء حلوة يعني هني. رحت أماكن عرضة، شفت أماكن تراثية وعجبني المكان، ويوم نشيد يوم نشيد القطر القطري.
أقول الفعاليات فوق ما ظننا فيه، بين أحسن الفعاليات وأحسن الترتيبات وأحسن كل شيء على ما يرام الصراحة. يعني شيء حدث يعني غريب، أول مرة شوف الشكل ذا الترتيبات. بيض الله وجيهكم المسؤولين والمنظمين على الترتيب. المقصد اللي حرينا كله فوق الخيال، كل شيء أحسن من شيء، حق العناسة وحق الكشتة وحق الدوجة وحق يعني فعاليات ما تبغي كلام. والله مستقصين ما قلنا، يعني الكلام اللي جاء هنا الواحد ما قدر يعبر ومقصر في الكلام صراحة. كل شيء على ما يرى، عز الله عز حكومتنا والموظفين والمسؤولين اللي ورثتوا بالترتيب، مشكورين على كل حال، يعطيكم العافية.